في جلسة الأسئلة الأسبوعية الموجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمجلس المستشارين سعيد أمزازي، توصلت شوف تي في بعرضه كاملا أمام المجلس. كشف أمزازي أن الشق المتعلق باستكمال السنة الدراسية وتنظيم الامتحانات وبعد استقراء آراء ومقترحات جميع الفاعلين التربويين والإداريين من أساتذة ومفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم الخصوصية وكذا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين على المستوى المركزي والجهوي، حيث توصلت بعدة اقتراحات والتي صبت في مجملها في نفس التصور الذي بلورته الوزارة. قررت الأخيرة عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل والاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا والذي يهم السنتين الأولى والثانية بكالوريا من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز 2020، إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر 2020، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين. ستشمل مواضيع الامتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة أي إلى حدود 14 من مارس 2020، وبهدف تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف. ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضير للامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا. وفي هذا الإطار وحفاظا على صحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص وكافة المواطنات والمواطنين على وجه العموم، ستعمل الوزارة على تفعيل التدابير من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، تعقيم مختلف مرافق المؤسسات التعليمية عدة مرات في اليوم، وتوفير الكمامات الوقائية ومواد التعقيم وأجهزة قياس الحرارة والعمل على احترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من أعداد المترشحين بكافة قاعات واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من إعداد المواضيع وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات واستعمال لفضاءات شاسعة كبعض المنشآت الرياضية وتدبير لإيواء وإطعام وتنقل التلاميذ. أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية فسيتم احتساب نقاط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا، مؤكدا أن الموسم الدراسي الحالي لم ينتهي بعد وأن المحطات المتبقية تكتسي أهمية بالغة في المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، كونها ستؤثر إيجابا على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلا في أفضل الظروف، داعيا التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية والأسر إلى مزيد من التعبئة والانخراط المتواصل في إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية، وذلك من أجل تمكين البنات والأبناء من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم وتجنيبهم التعثرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلاً.